أخبار اليوم. في التحرير اختاروا المكان ده وابتدى ده كانت دار أخبار اليوم بدايتها، والتوأم مصطفى وعلي أمين اشتروا مجلة آخر ساعة من الأستاذ الكبير التبعي، وهم اشتروا آخر ساعة من الأستاذ التبعي على أساس أنه كانت مجلة ناهضة ومتميزة، فدخلوا تاريخ الصحافة من هنا. وهم اللي عملوا شارع الصحافة ده، اسمه شارع الصحافة عشان مصطفى وعلي أمين. وجي الأستاذ هيكل نقل الأهرام على ناصية شارع الصحافة، بداية وضع الأساس. وكان مصطفى أمين وعلي أمين حريصين إن هم يعني يشرفوا على كل حاجة في المبنى، من بداية الحفر لوضع الأساس لصب الخرسانة لحتى المحارة حتى الرخام. ده مستورد من بره، في جرس، لو انتوا الجرس ده جاي من الصين، ده كان بيتم قرعه مع كل خبطة صحفية او كل انفراد بتعمله مؤسسة اخبار اليوم. مؤسسة اخبار اليوم كانت هي صاحبة مدرسة الخبر، وهنتكلم على ده بعد ما نتكلم على الانشاءات. خلوا الاخبار اليوم بقت يعني دي منارة الصحافة، خلوني أقول في الشرق الأوسط، وأنا مش متجاوز، أنا بقول أخبار اليوم هي منارة الصحافة في الشرق الأوسط. حولوا مدرسة مصطفى علي أمين، حولوا الصحافة من صحافة رأي إلى صحافة خبر، حتى الخبر بقى فيه أسلوب في الكتابة. طبعا المدرسة كانت أوروبا وأمريكا متقدمة عننا في صياغة الخبر، هم نقلوا ده إلى الشرق الأوسط. وأول عدد فيها أو تاني عدد وصل لحوالي 500,000، ووصل بعد كده لمليون نسخة. يعني الأخبار وصلت مليون في عهد الأستاذ موسى صبري، وأخبار اليوم تعدت المليون فترات طويلة والمدة طويلة كذا سنة في ظل وجود الأستاذ إبراهيم سعد. هو حصلت أزمة ساعتها، أزمة لمصطفى بيه وعلي أمين، إنه ما كانش فيه فلوس علشان يجيبوا ورق، وكان الورق اللي هم جايبينه عاملين ستوك مثلا يقضيهم شهر او شهرين، لكن بعد الاقبال الشديد على الجورنال اضطروا كل مخزون الورق يطبعوه، فده عمل ازمه كبيره جدا. الصور بقى يعني ليه سموا التبعي ملك الصحافه؟ سموه ملك الصحافة عشان كان أشهر من رؤساء الوزراء. لا، كان أشهر من الملك. يعني هو كان يعني أقوى، كان أقوى. يحرص إنه في الرحلات الخارجية أولاً يحجز سويت قد السويت بتاع الملك ويقعد في نفس المكان، وكان صديق الملك، ويعني كان له وضع متميز في علاقة الصحفي بالمصادر الكبيرة في ذلك الوقت، فسموه ملك الصحافة. وناس تانيين قالوا البرنس الأمير. بالظبط كده. السادات وهو بيخطب في الأزهر. هي أخبار اليوم مش بس صحافة خبر، صحافة صورة. هي عملت مدرسة جديدة في الصور، يعني كان البطل في أي موضوع هو الصورة، لدرجة إن لما السيدة أم كلثوم قبل ما تتوفى كان مصطفى بيه عامل كتيبة مرابطة أمام المستشفى بتاعتها، لدرجة أن واحد من المصورين بات يوم كامل 24 ساعة فوق شجرة علشان يقدر يصور الأوضة بتاعتها، عشان كان ممنوع الدخول فيها. فمن هنا الصور دي صور نادرة مش هتلاقوها في أي حتة في الدنيا، احنا عندنا أرشيف صور مش موجود في أي حتة. طبعا في بعض الأوقات تسربت صور، لكن ما زلنا احنا بنحتفظ بأرشيف صور يكاد يكون الأفضل والأقدم في الشرق الأوسط. طلعوا كتالوج مثلا، احنا كنا في الواشنطن بوست فمسوين حاجة حلوة كده، مطلعين كتالوج وفي أفضل الصور the best. فترة في اليوبيل بمرور 75 سنة. تمام، احنا عملناه، ودي فكرة كويسة ان احنا ممكن نعيد اللي حضرتك بتقوله ده تاني. وده اصل احنا يعني اذا كانت مثلا مجلس الشعب فيه مضابط
بتأرخ لتاريخ جلسات، لكن الصحافة بتأرخ تاريخ شعب. يعني أنت لما تيجي تعرف تاريخ شعب ارجع لأخبار اليوم.